peserta nomor 136 akan membacakan surah An-Naml mulai ayat 45 pada halaman 303. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين
Sadaqallahu.